أهلا بحضراتكم أيها السيدات والسادة. دائما الحب يجمعنا والخير يدفعنا لأن نعمل كل عمل ينفع الناس. ومن خلال هذه الحلقة الجديدة من برنامج أما بعد، والدعوة والنداء مستمر لأهل الخير في كل مكان في مصرنا الحبيبة على اسم مصر. يقدر يقول التاريخ ما شاء أن مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، عشان مصرنا دايما بنتعاون، عشان مصرنا دايما بننجح كل حاجة ونمشي مع بعض في طريق واحد عشان بكرة اللي جاي، عشان بكرة لأولادنا. أهلا بيكم في هذا المشروع العملاق، مشروع وقف النخيل، دعوة للمشاركة فيه، دعوة للخير، دعوة للفلاح. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أما بعد. وأذكركم دائما أن الأرقام التي بإمكانكم أن تتصلوا بها لتتعرفوا على كل تفاصيل هذا المشروع الكبير موجودة أمام حضراتكم على الشاشة. أهلا بكم. أهلا بحضراتكم من جديد في حلقة تتسم بالحب والخير والتفاؤل، ومع بعض في هذا الطريق. اسمحوا لي بعد الفاصل اللي احنا رجعنا منه ده نرحب بالأستاذ إسلام أمين، المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة. واحنا بنتكلم النهاردة عن مشروع وقف النخيل، هنعرف منه الكثير والكثير والتفاصيل، واحنا وصلنا لفين في هذا المشروع الكبير. استاذ اسلام اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ حسن. اهلا وسهلا. يعني سعيد وسعداء جدا جدا بهذا التواصل مع الساده المشاهدين، لا مش مع الساده المشاهدين، مع الساده اللي بنقابلهم في الشوارع لما بيسمعوا عن مشروع وقف النخيل وقد ايه هذا المشروع استحوذ على اهتمامهم. بس خلينا في الاول نبدا ونفكر ونقول ونفكر الساده المشاهدين بهذا المشروع اللي انتوا هنا في نبض الحياه، او احنا هنا في نبض الحياه بنقول عليه مشروع مش حمله. ليه؟ الساده المشاهدين والمتبرعين الكرام اتعودوا دايما ان نبض الحياه فيها مجموعه حملات، حمله سقي الماء، حمله بناء المساجد، حمله دفا، حمله اكرام. وليه بنقول حمله؟ لان احنا في رؤيتنا البعيده ان في يوم من الايام الحمله دي مش هتبقى موجوده. يعني احنا لينا هدف في حمله سقي الماء، هدفنا نوصل ميه لكل محتاج. لازم واحنا شغالين في سقي الماء نبقى شايفين ان بعد سنين كتيره مش هيبقى في حد محتاج للميه، وبالتالي مش هيكون في حاجه اصلا لحمله سقي الماء فتنتهي. حمله بناء المساجد لنا رؤيه بعيده ان احنا يبقى كل مكان في مسجد قايل للسقوط نقدر نبنيه، وبالتالي الحمله ليها وقت هتوصل ليه وهتقف مش هتكمل. لما جينا نعمل مشروع وقف النخيل قلنا ما ينفعش يكون حمله، لان الحمله من مواصفاتها ومن شروطها انها تكون محدده بوقت مؤقته. لكن مشروعنا مشروع وقف النخيل ده مشروع وقف خيري، والوقف يعني الامتداد الطول، طول العمر ما يبقاش عندنا وقت معين ينتهي فيه المشروع ده بلا نهايه، الى ما لا نهايه يفضل عندنا وقف خيري. عشان كده كان مشروع وقف الخير. بالاضافه لان دايما الحمله بتتكلم عن الحاجه اللي ليها علاقه بتبرع. انا النهارده باخد 25,000 جنيه، طب حفر بير، احفر البير، انتهت علاقتي بالمتبرع مع حفر البير، لكن وانتهت علاقتي بالبير بعد ما حفرته صاحب المشكله كمان، وانتهت علاقتي بصاحب المشكله اللي هو المحتاج للميه. لكن لما اجي اقول مشروع وقف النخيل، لا ده مشروع بقى متكامل. ده احنا بنعمل بنشتري ارض نوقفها، وبعد ما نوقف الارض نبدا نزرعها، وبعد ما نزرعها يبدا يبقى عندنا استثمار متعلق بالتصدير، استثمار متعلق بتصنيع التمور، استثمار متعلق بالايد العامله اللي هتشتغل، وبالتالي ده مش مجرد حمله اخد تبرع واصرفه، ده مشروع متكامل ممتد ان شاء الله. خلينا نعرف اكتر واكتر عن هذا المشروع، مشروع في النخيل، ولكن في بعض الكلمات المهمه اللي اكيد الساده المشاهدين بيلتفتوا ليها. كلمه الحمله وتنتهي، يعني الساده المشاهدين الساده المتبرعين بيشاركوا في الحمله دي عشان ننهي على مشكله تماما، عشان المشكله تنتهي تماما وما نرجع لهاش، ونكون احد اذرع التنميه في هذا البلد مع القطاع الخاص ومع الحكومه، وتنتهي المشكله الى الابد، مش كده ولا ايه؟ احنا بنتكلم عن حمله لما ننزل نقول حمله سقي الماء النهارده هنوصل ميه لقريه في الفيوم. بالتاكيد لما ننتهي من توصيل الميه للقريه دي الحمله بتتنقل تروح مكان تاني وتالت ورابع وعاشر. طب لو احنا وصلنا ميه لكل الناس ان شاء الله تنتهي الحمله. طب لما نتكلم عن حاله مختلفه زي مشروع وقف النخيل، لما احنا في كل التبرعات وحضرتك بتشوف ده معانا دايما، لما الساده المتبرعين بيقابلونا بيجي يتبرع بياخد ايصال،
كل متبرع بيشوفني دلوقتي لما جيت ابرع في المؤسسه في حمله سقيا الماء او في حمله الابار او في حاجه ليها علاقه بالمساجد اخذ ايصال تبرع ما عدا مشروعك في المخيم. بياخد ايه؟ بياخد عقد وايصال. المتبرعين دايما يسالونا ليه في المشروع ده تحديدا انت بتديني عقد؟ بنقول ان احنا دايما احنا في اداره المؤسسه موجودين النهارده علشان نشرف على التبرع. لما المتبرع بيديني 3000 تمن وصله ميه انا بروح اوصل له بيها وصله ميه، لما انتهي من توصيل الميه انا اديت الرساله ووصلت الامانه اللي هي التبرع. طب مشروع وقف الخير وقف النخيل علاقه مستمره، مستمره علاقه من الحب. خلينا بقى نسال سؤال، احنا عمرنا اطول ولا النخله؟ لا النخله طبعا. طب مين اللي يضمن ان النخله تفضل يتصرف العائد بتاعها في الحاجه اللي المتبرع طلبها؟ هذا العقد، وعشان كده بنعمل عقد مع الايصال. وده اللي بيحتويه الصك جواه. صك الصك هو عباره عن عقد. الصك عباره عن عقد. طب خلينا بقى واحنا يعني حمله او مشروع مشروع وقف النخيل عفوا، والناس بتتابعوه والمشاهدين بيتابعوه وبدا حتى الشارع يتكلم عنه، نفكر السادة المشاهدين ربما يعني البعض بيسمعنا لأول مرة أو بيشوفنا لأول مرة، فنذكر الكل بمشروع وقف النخيل كيف بدأ. وقف النخيل هو بنسميه إحياء لفكرة قديمة، هي مش فكرة جديدة. ما ينفعش نطلع في نبض الحياة ونقول دي فكرة نبض الحياة. ما فيش أي جمعية ممكن تقول ده، هي إحياء لفكرة قديمة، فكرة من السنة النبوية من النبي عليه الصلاة والسلام. هو أول من أسس لكل الخير ولكل الحب ولكل الجمال اللي احنا عايشين فيه، خدناه وتعلمناه من سيدنا النبي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه قصة، وقصة حكوها مشايخنا الأفاضل عن النخلة اللي قال يعني تبدل معايا النخلة بنخلة في الجنة فرايح ربح البيع وأبا يحيى. ده القصة اللي احنا خدناها وبدأنا نتحرك. كان الصحابة بيعملوا، الصحابة كانوا بيعملوا وقف، وكانوا بيوقفوا النخيل وبيوقفوا حوائط كاملة، يعني حدائق كاملة من النخيل كانوا بيوقفوها. لما نيجي نبص على سيدنا عثمان من الصحابة عمل أكبر وقف خيري موجود حتى الآن، وبيصرف حتى الآن على توسيعة الحرم ويصرف على مساعدات ويصرف حاجات كتيرة جدا. احنا خدنا الفكرة دي وقلنا طب احنا ليه ما يبقاش عندنا وقف دلوقتي؟ بالرغم ان احنا عندنا في مصر في وقت من الأوقات موضوع الوقف ده كان منتشر بشكل كبير جدا، لكن كان مقتصر خلينا نقول على الأغنياء. كان حد بيوقف قصر، كان حد بيوقف ارض، كان حد بيوقف حاجه معينه عنده بتجيب عائد. لكن احنا قلنا احنا عاوزين نعمل وقف بسيط. في من السنه النبويه بنتعلم من سيدنا النبي ان احنا نوقف نخله، الشجره المباركه اللي كتير من الاحاديث النبويه كانت بتتكلم عنها، وكتير من الايات في القران الكريم اتكلمت عنها. بنوقف نخله افضل الشجر وحاجه اللي هي كلها منافع، دي احنا بنوقفها لله، وفي نفس الوقت حاجه اقتصادياتها عاليه جدا. فبدانا نتجه لوقف النخيل اللي هو بيتزامن مع خطه الدوله. الدوله اصلا دلوقتي شغاله في موضوع النخيل، يعني ما شاء الله توسع في الزراعه وتوسع في التعمير. ده احنا هيبقى من خلال النخيل مصر يعني من خلال يعني توجيهات سيادة الرئيس واهتمام سيادة الرئيس بزراعة النخل، عندنا هيبقى عندنا أكبر مزرعة للنخيل على مستوى العالم فيها 5 مليون نخلة. احنا بنقول احنا بنعمل أكبر مزرعة علشان تبني بلدنا، والمزرعة دي بتنمي في البلد، بيعملها سيادة الرئيس والجهات المختصة. احنا كمان كمجتمع مدني بنعمل أكبر مزرعة، لكن وقف خيري مش مزرعة استثمارية. الغرض منها استثمار لصالح الفقراء، وكأن كل فقير عنده نخلة بتاعته العائد بتاعها بيصرف على الحاجة بتاعته. طب خلينا نطلع لهذا التقرير، اللي مع التقرير ومع اللي بيجي فيه من تفاصيل بنفهم أكتر، الصورة بتبقى أكثر وضوحا. خليكم معنا. القصة بدأت من الصنف المصري، هل هو كاقتصاد صنف ناجح؟ جميع دول العالم حاليا اهتمت في السنوات الأخيرة بإنتاج التمور، مش في مصر بس. مصر الحمد لله قدرت إن هي تكون رقم واحد في إنتاج التمور على مستوى العالم. المجال دوت بدأ طبعا من آلاف السنين في الحضارات المختلفة وفي الديانات المختلفة في مصر وفي العالم، يعني كل ديانة فيها النخل مقدس. كل مكان، كل حضارة كان فيها النخل بيلعب دور كبير جدا في الاقتصاد. قبل ما يتعرف كلمة الاقتصاد كان العملة بتاعتهم في المقايضة، يعني حتى في القدماء المصريين في المعابد القديمة في النخيل، وفي تسجيل كامل لجمع التمور وتسجيل
تناول التمور وحتى في المقابر ان هم شافوا النوى من آلاف السنين موجود. فإحنا طبعا الأرض بتاعت الدايفرسيفيكيشن أو الأرض بتاعت تنوع النخيل. عندنا عدد النخيل على مستوى العالم حوالي 142 مليون نخلة، أهلنا إن إحنا الإنتاج بتاعنا يكون حوالي 1.4 من عشرة مليون طن، يمثل حوالي 17.7 من عشرة في المية من إجمالي إنتاج التمور على مستوى العالم. كان عندنا أصناف محلية زي الأصناف بتاعت الجنوب أسوان والصعيد، أصناف في الواحات، في سيوة، في الوادي الجديد، كل الأصناف دي ما طلعتش أبداً للعالمية. اللي حصل المدجول والبرحي جم من أماكن مختلفة في العالم العربي، من العراق طبعاً جه البرحي أو من البصرة خصيصاً اللي هو أفضل برحي، ومن المغرب جه المدجول اللي هو أفضل أصناف التمور الحالية وأغلاها. صنف البرحي من الأصناف العراقية الأصيلة ومن الأصناف العربية الأصيلة اللي أي مستهلك بيرغب إن هو يتناول الصنف دوت. الصنف ده يا جماعة من أهم الأصناف العالمية اللي لها تسويق عالمي، صنف قوي جدا، نخلة ما شاء الله الإنتاجية بتاعتها في مصر بتصل لحوالي 250 كيلو للنخلة الواحدة، متوسط إنتاجية ممكن تزيد أو تقل، في بعض الأماكن ممكن نوصل لـ300 و350 كيلو، لكن متوسط الإنتاج التجاري في الغالب بيكون حوالي 250 كيلو للنخلة الواحدة. أهلا بحضراتكم من جديد، ومع متابعة التقرير بنرجع برضو مع الأستاذ إسلام أمين المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة ومع مشروع وقف النخيل عشان نعرف استفسارات السادة المشاهدين ونحط نقاط فوق وتحت الحروف حول هذا المشروع الكبير. يعني وإحنا بنتكلم عن مشروع وقف النخيل أستاذ إسلام، وسمعنا الدكتور باسم بكر وهذه الخبرة الكبيرة في إدارة المشروع، الإدارة العلمية أقصد أو المشاركة العلمية، خلينا أقول وإحنا البدايات كانت إزاي برضو في فكرة الاختيار الأرض، الاستراتيجية الواضحة بالنسبة لكم كانت إيه؟ وزي ما حضرتك قلت الإدارة العلمية هي تقريبا أهم شيء بيميز المؤسسة، وأنا يعني بفتخر إن أنا بقول الكلام ده عن مؤسسة نبض الحياة، والسادة المشاهدين اللي بيتعاملوا معانا واللي بيتصلوا بينا دايما بيلمسوا ده في تعاملهم مع نبض الحياة. الإدارة العلمية من أول يوم لما بدأنا ندرس ونقول إحنا هنعمل صك نخيل قيمته 5000 جنيه كنا قاعدين وجبنا سعر الأرض وسعر الفسيلة وسعر الرعاية وهتاخد أسمدة قد إيه لحد ما تنتج وكذا وكذا. إحنا كنا بننطلق من المشروع ده من إحنا نقول عاوزين يبقى عندنا اكتفاء أو مورد دائم يجيب لنا عائد نصرف منه على المشروعات الخيرية بتاعتنا، مش عاوزين نطلع تاني نقول للناس أنا عندي كرة محتاجة، مش عاوز أطلع تاني نقول للناس أنا عاوز أعمل مشروعات محتاجة منكم دعم، أنا عاوز أطلع أقول الإيراد السنوي بتاع المزرعة بنى كم مدرسة، بنى كم مستشفى، عمر كم قرية كانت محتاجة مية، عمر كم مكان في الصحراء كان محتاج أبار، ده الهدف الكبير إحنا عاوزين نوصله. بدأنا نقول يلا نشتغل، وقلنا في الأول كده هناخد مزرعة نموذجية 10 فدان صغيرين في وادي النطرون نعملهم نموذج. وقعدنا مع الخبراء زي ما حضرتك قلت احنا ماشيين باداره علميه سليمه في الابار او في الري اللي ليه علاقه بالارض نرجع الاستشاري، في الزراعه نرجع الاستشاري، كل حاجه نروح للمختص. حتى المزرعه اللي كانت متصوره اللي كان موجود فيها الدكتور باسم دلوقتي احنا رحنا نشوف امهات النخيل اللي احنا هناخد منها الفسائل. يعني حتى لما يعني شفتوا على الواقع وشفتوا ايه اللي ممكن يحصل وشفتوا اجود انواع الفسائل اللي ممكن تاخدوها، لان احنا خبرتنا برضو كلنا ما كانتش كبيره في مجال النخيل، لكن لما بدا يدخل معانا استشاريين في المشروع بدانا نقول انا ممكن اروح النهارده اشتري فسيله بسعر قليل وبعدين بعد ما ازرعها واقعد جنبها سنتين ثلاثه لحد ما تطرح، اجي بعد كده اتفاجئ ان المنتج اللي طلع ضعيف. منتج ضعيف ملوش قيمه زي الاصناف المحليه الكتيره المنتشره. ولكن سألنا ازاي نعرف؟ قالوا حاجة من الاثنين، اما ان يكون عندك خبير هو اللي يقول لك النخلة دي او تحليل انسجة بتاعها او مواصفاتها كذا دي نوعها ايه، وفي الحالة دي تشتري وانت مطمن. طب الحاجة التانية اللي في مصر وكل الناس شغالة بيها بيروحوا يشوفوا الامهات، يعني روح المزرعة
اللي فيها الأمهات بتاعت النخل وأشوفها بعيني وأدوق البلح بتاعها وأقول له خلاص افصل لي من الأم دي الفسيلة اللي جنبها. دي هتبقى الأم وهتبقى العروسة يعني بالظبط بالشكل كده يعني. لأن هي المعلومة العلمية اللي احنا عرفناها إن الفسيلة بتطلع صورة كربونية طبق الأصل من الأم. من الأم. فإحنا أضمن حاجة إن احنا نعمل إيه؟ نشوف الأم ونختبرها وندوق البلح بتاعها. فالحمد لله احنا كنا ماشيين بإدارة علمية مظبوطة وبدأنا ندرس ونشوف أول مزرعة بتاعتنا. لما طلعنا وكلمنا الناس عن وقف النخيل كنا متخيلين إن الموضوع هيبقى مشروع من المشروعات العادية نعلن عنه والناس تتفاعل معه بشكل طبيعي، ولكن كان رد الفعل فوق مستوى التصور الآني. بمعنى إيه الآني؟ يعني كنت متخيل أني ممكن يكون مشروع صغير، ولكن رد الفعل كان أكبر من هذا التصور، أكبر بكتير. وكأن الناس كل متبرع كان بيتصل بينا ويدينا تبرع كان بيقول كلمة تقريبا كل أهل الخير المتبرعين قالوا إحنا المشروع اللي كنا بندور عليه وبنفكر فيه ومش عارفين هو إيه لقيناه في وقف النخيل. يعني كل واحد كان بيعمل صدقة أو بيعمل تبرع أو بيعمل عمل خير كان دايما بيقول لنفسه بس لو لقي فكرة بالمواصفات دي بالشكل ده بالمضمون ده، بس هو مش عارف يبلورها، مش عارف يقول وقف النخيل. أول ما بدأنا نطلع من وقف النخيل شجرة بتزرعها والعائد بتاعها يروح في كل أبواب الخير وبيطلع منها فسائل، والفسائل دي بتبقى ممتدة لنفس المتبرع. أيوة الناس بدأت تمسك في الفكرة وتقول هي دي اللي احنا كنا مندور عليها، وكأن الفكرة كانت هي دي في عقل كل متبرع، بس كان محتاج اللي يقول ايه وقف النخيل يحط العنوان وبعدين تتحدد المسارات بعد كده. ده خلى في انطلاقة مختلفة، بدل ما كانت الانطلاقة تبقى في حجم ما لا الانطلاقة اختلفت وتغيرت. انطلقتوا ازاي؟ اتغيرت ازاي؟ المسار بتاعكم اتغير ازاي في الموضوع؟ كنا بنتكلم على 10 فدان في وادي النطرون التسويق 6 شهور نجمع 650 نخلة لوادي النطرون. الحقيقة تقريبا خلينا أقول لحضرتك قعدنا حوالي 6 أسابيع بدل 6 شهور، 6 أسابيع يعني شهرين اكتملت مزرعة وادي النطرون. وبدأ يتصل بينا الأهل الخير المتبرعين، احنا عاوزين نحجز معاكم في المشروع، أنا عاوز صك، أنا عاوز 2، أنا عاوز 3. فقلنا لا، وادي النطرون ما بقاش بالنسبة لنا المساحة اللي نتوسع فيها التوسع الكبير. ورحنا لمحافظة الوادي الجديد سيادة اللواء محمد الزملوط، هو المهتم بقضية زراعة النخيل في مصر، لأن محافظة الوادي الجديد هي أكبر محافظات مصر من حيث المساحة وأكثر المحافظات من حيث المناسبة لزراعة التمور. عندها بيسموها كده في الاقتصاد عندها الميزة النسبية، والبيئة الملائمة ليها. فروحنا هناك وعرضنا المشروع بتاعنا وقلنا لسيادة اللواء إن إحنا في خلال 6 شهور جالنا 650 نخلة، يا ترى ممكن نتعاون مع بعض ونعمل إيه؟ الحقيقة ما تأخرش عندنا جد تماما، ولقينا بيتم توقيع بروتوكول تعاون ما بين المؤسسة وما بين المحافظة، وبيتم توقيع عقد، واستلمنا بالفعل الأرض 1000 فدان، يعني 4,200,000 متر مربع نزرعهم في الوادي الجديد نخيل. شوف بقى لما احنا نتكلم عن الفدان الواحد في 65 نخلة، احنا بنتكلم عن 1000 فدان فيهم 65,000 نخلة، وبدأنا حتى الآن نجمع فيهم وصلنا لأكثر من 10,000 نخلة، ولسه معاه الخير بإذن الله نكمل زراعة ال 65,000. ما هو اسمحوا لي أعزائي المشاهدين، الكلام الحلو قوي ده والكلام المهم جدا والكلام العملي بيفكرني بالمتنبي كان بيقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، فجاءت على قدر ما تتمنون أنتم، على قدر ما تحبون، جاء اتساع المشروع باتساع مشاركتكم. نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود لحضراتكم، ابقوا معنا. والله يعني اختيار النخيل كوقف خيري ده يعني ده شيء عظيم جدا. انا درست الموضوع من الناحيه الاقتصاديه، يعني من ناحيه الجدوى الاقتصاديه، فلقيته يعني كويس ان شاء الله، فقلت اتوكل على الله وسالت وبديت المشروع. فلما بديت المشروع انا ما كنتش عارف اراعي النخل ازاي وكده، اي نعم كان في استشاريين و بييجوا يشرفوا عندي وكده، لكن أنا حبيت الزرع. هو من أعظم الأجور، ولو جينا ليه من ناحية الاقتصادية فهو إن شاء الله من ناحية الاقتصادية مربح جدا وكويس، فحيكون ذو ثمرة يعني، خاصة إن لو بنتكلم على صنف البرحي ما هوش منتشر قوي في مصر لسه، وسوق مصر سوق كبير جدا يعني بنتكلم 100 مليون شخص. الأصناف العالمية اللي ليها تسويق عالمي ودولي، وهي الأصناف بالترتيب حسب رغبة المستهلك: دجلة نور، مجدول،
برحية. اللي حصل المتجول والبرحي جم من أماكن مختلفة في العالم العربي، من العراق طبعاً جه البرحي أو من البصرة خصيصاً اللي هو أفضل برحي، ومن المغرب جه المتجول اللي هو أفضل أصناف التمور الحالية وأغلاها. النخلة البرحي أو النخل عموماً بيعدي عمر الإنسان يعني 60-70 سنة، ومن هنا بتيجي القيمة الاقتصادية بتاعة النخيل اللي انت لما بتزرعه. لو خدنا مثال على النخلة ديت مثلا البرحي، انت زرعت نخلة برحي، النخلة البرحي ديت ليها شقين من الأهمية، الشق الانتاجي بتاع البلح، ده بلح مش طمر، والشق الاستثماري الأكبر اللي هو الفسائل الخلفات بتاعة النخلة اللي انت هتتوسع بيها وتزرع أرض أكتر أو تتوسع أكتر. فعشر نخلات من دولت، عشر نخلات برحي يزرعوا لك فدان خلال 10 سنين. صنف قوي جدا، مميز بان السكريات بتاعته عالية بتصل لأكتر من 60% في الثمرة، فري سكروز، السكريات اللي موجودة فيه أكتر نسبة جلوكوز وفركتوز، أي مريض سكر ممكن يقدر يتناول التمر بسهولة. اهلا بحضراتكم، والتقرير يعني ده تقرير زي ما بنقول متخم بكل ما يريده اي حد فينا من تساؤلات حول النخل وحول النخيل وحول مشروع وقف النخيل من الناحيه العلميه من الناحيه التسويقيه، مش كده يا استاذ اسلام؟ لكن لسه في بعض الاسئله، انا بقى بخبرتي ان انا موجود في المؤسسه الناس اطمنت من الناحيه العلميه ومن الناحيه التسويقيه وعرفوا ان الحمد لله النخل ده شيء جميل. وصلت لحد فين؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن مزرعه اكتملت تماما. أيوة، في وادي البصره. بنتكلم عن النقطه المهمه دي، بنتكلم عن 10,000 نخله بدانا زراعه فيهم في الوادي الجديد، وقريب جدا كل متبرع تبرع بنخله هيتبعت له صوره التبرع بتاعه بالنخله بعليها اللوحه بتاعته زي ما وعدنا. لكن انا عاوز سريعا كده، عارف الوقت بدا يعني يجري بينا، عاوز اقول 3-4 اسئله اللي بيسموها كده الاسئله الشائعه. اول سؤال دايما بيجي لنا، اضمن منين ان المؤسسه ما تبيعش الارض، ان اللي ما يحصلش تغير في شكل التعاقد بينكم وبين المحافظه والوقف ده ينتهي، اضمن منين ان الوقف ده يفضل وقف؟ احنا دايما نقول اهل الخير في عقد ما بيننا وما بين المحافظه، بروتوكول تعاون بنوده بتقول مشروع وقف خيري ممتد لمدى الحياه. احنا كمؤسسه بنضمنه، التضامن الاجتماعي اللي هي الجهه المشرفه على كل اعمال المؤسسه بتضمنه، محافظه الوادي الجديد بتضمنه بحكم ان هي الجهه اللي كانت مالكه الارض ونقلت ملكيتها للمؤسسه بشرط انها تكون وقف خيري. طيب استاذ اسلام، دلوقتي واحنا بنشوف في التقرير الدكتور محمود النجار، يعني وهذه الشخصيه والشخصيات المهمه جدا، صاحب المزرعه اللي انتوا رحتوا لها، لانكم رحتوا لاصحاب المزارع، رحتوا المزرعه والاصحاب عشان تاخدوا منهم الخبره، يعني كيف تمت هذه اللقاءات على مستوى الاداره، مش الاداره العلميه بس، لا الاداره الحياتيه، الاداره الواقعيه؟ احنا لما بدانا نحط التخطيط اللي له علاقه بمشروع في النخيل حطيناه من اكتر من زاويه، من ناحيه اعلاميه ازاي هنعرض الموضوع للناس، من ناحيه تسويقيه المنتج اللي هيطلع هنوديه فين، من ناحيه دراسات جدوى كتير اتعملت اقتصاديه، ولكن كان مهم قوي ان احنا ننزل بقى كمسؤولين عن المؤسسه على ارض الواقع ونروح للمزارع ونروح نسال صاحب المزرعه. انا ممكن يكون الاستشاريين الموجودين معانا يقولوا لنا المعلومات اللي هي الاكاديميه اللي موجوده في الكتب، لكن لما انزل اروح للمستثمر بقى صاحب مزرعه اساله انت بدات من كام سنه، بدأت بكام؟ رأس مالك كان قد إيه؟ طب إحنا النهاردة بعد 5 سنين من بدايتك وصلنا لكام؟ وابتدى تخيل المؤسسة لما تبقى في عمر المستثمر ده، هو بدأ من 5 سنين، النهاردة بعد 5 سنين كان شكله إيه؟ ونبتدي نقول المؤسسة بعد 5 سنين وقف النخيل بتاعها هيبقى زي المزرعة دي. وده اللي خلانا دايما بنعرض تقرير من المزرعة النموذجية اللي إحنا عرضناها، لأن هي تقريباً هتبقى نفس مستوى المزرعة اللي إحنا بنعملها، وإن شاء الله نقدر نكون أفضل. يعني اللي يشوف المزرعة في التقرير، هذه المزرعة النموذجية اللي انتوا زرتوها والتقيتوا بصاحبها والتقيتوا بأصحاب المزارع عشان تعرفوا قد ايه الخبرة دي، يعني ايه يعني اسأل مجرب وما تنساش الطبيب، كأننا بالضبط ونشوف نفسنا بعد 5 سنين هنكون بإذن الله وصلنا لنفس المرحلة. تمام، يعني دلوقتي بنفكر حضراتكم بالأرقام اللي على الشاشة، هو المشاركة والمتابعة والاستفسار والتواصل مع مشروع وقف النخيل عبر مؤسسة نبض الحياة. ويعني بعد لحظات وفاصل سنخرج إليه سنلتقي بالدكتور باسم بكر الخبير المتخصص في زراعة النخيل بمركز البحوث الزراعية،
وبشكر الاستاذ اسلام امين المدير التنفيذي لمؤسسه نبض الحياه. ربنا يبارك فيك يا استاذ حسن، الف شكر. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك انك اتحت لي الفرصه ان انا اتكلم مع الساده المشاهدين، كتير منهم بيجي لنا المكتب وبيكون لنا يعني شرف اللقاء بيه، لكن النهارده الحمد لله بنكلم بقى كل الناس وجاوبنا الحمد لله. نتمنى نكون قدرنا نجاوب على اسئله لكل اهل الخير. لا واحنا عندنا اسئله كتيره وعندنا تصورات واسئله بتجينا هنجيب عليها في الحلقات القادمه ان شاء الله في لقاء مع حضرتك. فاصل ونعود اليكم، ابقوا معنا. البدايه بدات مع مؤسسه نبض الحياه ان هم كلموني على مشروع وقف خيري للنخيل، وكان تم كل خطوه يعني اخذتها معاهم، كانوا هم حريصين جدا ان هم يختاروا بدايه من المزرعه موقعها فين، اقتصادياتها ايه بعد كده في الانتاج. فتم اختيار المزرعه بدقه شديده في اختاروا طبعا المزرعه في وادي النطرون، وكان مهم جدا عندهم ان يشوفوا مشاريع عملتها قبل كده نفذتها، وفعلا حضروا والمجموعه كامله الفريق كامل بتاع نبض الحياه كلهم جم وشافوا مشاريع قبل كده اتنفذت في المنطقه وناجحه، وبناء عليه تم اختيار الارض من البدايه. والفكره كلها لما كلموني كانت على وقف خير النخيل لعشرة فدان بس بدأنا، اللي في وادي النطرون. اللي في وادي النطرون يعني من ضمن البدايات، واحنا بنقول العلم لما بيتدخل بتعرف الخطوات ماشيه ازاي، بتعرف ازاي تبدا وازاي تستمر وتضمن النتائج بشكل علمي وبشكل مدروس. يعني خلينا نروح في البدايات برضو، كيف كان اختيار الارض اللي هنزرع فيها؟ ليه اخترنا الانواع دي بالذات تحديدا؟ قبل ما ادخل على تساؤلات مهمه تانية، اول حاجه حضرتك احنا اخترنا الارض، المكان مناسب جدا لزراعه البرحي. البرحي بالمناسبه يجود زراعته في جميع انحاء مصر، لكن تم اختيار الارض بعنايه. المحصول بتاعها هيطلع امتى؟ هيطلع متاخر، متوسط، بدري؟ فتم اختيار الارض في منطقه ان انا اقدر اطلع الانتاج بتاعي متاخر شويه عشان خاطر ان انا اقدر احقق سعر كويس في بيع الانتاج بعد كده. التربه كانت جيده جدا، جيده الصرف، المياه كانت مناسبه جدا للزراعه فتنجح معايا المشروع. دي تم اختيارها بعنايه وما شاء الله يعني. فاضي النطرون اللي انا بقول لك الحمد لله على السلامه منها، ويعني كان يوم جميل قوي وكان معانا يعني لفيف من المشاركين ومن الذين اوقفوا اموالهم على او زرعوا نخله في وعملوا صكوك في مشروع وقف النخيل، وكان يوم رائع وساعدنا في اليوم ده. وعشان الساده المشاهدين يتابعونا اول باول ويشوفوا ايه اللي بيحصل والى اي نقطه احنا وصلنا. حضرتك المشروع اتعمل بتخطيط علمي كامل من البدايه للنهايه. المشروع تم اختيار الارض زي ما قلنا، تم عمل تحليل التربه والميه ان هي مناسبه معايا وتنجح معايا المشروع. الابار كلها اللي اتعملت، البير اللي اتعمل تم تخطيط وتحديد مكانه بطريقه علميه. احنا معانا فريق كامل ونبض الحياه اختارت فريق كامل متخصص كل واحد في جزئيه، يعني بدايه البير تحديد ودراسات للمياه الجوفيه، انا هحط البير بتاعي فين، فريق وده متخصصين، دول متخصصين يعني كلها خطوات علميه من الطراز الممتاز واشراف كامل على البير وامكانياته وكل حاجه من متخصص. شبكات الري، تم تصميم شبكات الري بالكامل، الخط الرئيسي، الخطوط الفرعيه، نظام الري، عندنا حددنا نوعيه الري اللي احنا نشتغل بيها، النقطات نفسها اللي مركبينها نقطات منظمه للضغط تدينا حوالي 100 لتر في الساعه، ودي بتناسب ري النخيل كويس جدا عشان خاطر ان انا اقدر بعد كده استخدم اسمده ومياه واقدر انظم عند الري والتسميد بحيث الجرعات اللي هتوصل لكل نخله تبقى مظبوطه بالظبط. فدي تمت بطريقه علميه كامله يعني. اسمح لي دكتور باسم، هنرجع لمزيد من الاجابات على تساؤلات كتيره، ويعني سعداء بكل هذا التوضيح لان ده بيطمن الساده المشاهدين. خلينا نروح للتقرير اللي معانا عن مشروع وقف النخيل ونرجع تاني. مصر الحمد لله قدرت ان هي تكون رقم واحد في انتاج التمور على مستوى العالم،
وإن شاء الله بإذن الله حديثاً العربية الأصيلة اللي أي مستهلك بيرغب إن هو يتناول الصنف دوت. الصنف ده يا جماعة من أهم الأصناف العالمية اللي لها تسويق عالمي، صنف قوي جداً، نخلة ما شاء الله الإنتاجية بتاعتها في مصر بتصل لحوالي 200 ممكن نختارها في المشروع. حاجة تانية خطة الدولة، ودي كانت مهمة جداً، ديت لهم خطة الدولة برضو إيه في الاستثمار في مجال النخيل. فإحنا كان لنا نصيب كبير جدا الحمد لله إن إحنا أخدنا مشروع وادي النطرون وأخدنا الألف فدان اللي هم في الوادي الجديد. طبعا الألف فدان اللي هم في الوادي الجديد ده طبعا كان لنا نصيب إن الدولة بتزرع في حوالي 5 مليون نخلة، في منهم 2.2 مليون نخلة مشروع الرئيس بيعمله بنفسه في توشكا والعوينات وعين دلة. المشروع الثاني اللي بشكر اللي هو محافظ الوادي الجديد اللي هو محمد الزملوط عليه، ده شخصية محترمة جدا ومن ضمن المهتمين بالنخيل، ده مشروع 2.5 مليون نخلة. فكان في نصيب كبير جدا لمؤسسة نبض الحياة ان هي تشارك في مشروع 2.5 مليون نخلة اللي هم في الوادي الجديد. دي طبعا تم عمل دراسات، خطة الدولة ايه، التسويق ايه، الطلب العالمي ايه. احنا بالنسبة على المستويات الثلاثة دول، على المستويات الثلاثة طبعا احنا عندنا هنا في مصر في مشكلة كبيرة جدا في انتاج التمور. المفروض كنا نزرع من حوالي 20 سنة ونغير الاستراتيجية بتاعتنا في انتاج التمور. احنا عندنا اكتر من 50% من الاصناف بتاعتنا اصناف رطبة، اصناف كلها بتتاكل فريش، ملهاش تسويق عالمي كويس وملهاش طلب عالمي. الطلب العالمي من الاصناف الفريش يكاد يكون 9% بس، انما ده يعني نسبه صغيره جدا. ويمكن حضرتك في سياق التقرير برضو دكتور باسم يعني وضحت احنا انتاجنا قد ايه من العالم، ونسبه النخيل اللي موجوده في مصر بالنسبه ل 142 مليون نخله تقريبا، ربما اذكر هذا الرقم اللي حضرتك ذكرته في التقرير. بالظبط احنا بننتج 17.7% 18% من انتاج العالم من التمور، انما احنا اخترنا الالف فدان بتوع الوادي الجديد في منطقة الفرافرة تحديدا. ليه الفرافرة بقى؟ الفرافرة يمكن من افضل الاماكن في مصر اللي بتنتج تمور، منطقة واعدة جدا في انتاج التمور خاصة صنف المجدول. صنف المجدول ده طبعا لو قلنا قصته باختصار وسريعا، ده صنف من أفضل الأصناف العالمية اللي عليها طلب وليها تسويق عالمي. ده أساسه صنف مغربي تم نقله لأمريكا بعد ما مرض البيوض قضى على معظم النخيل في المغرب. أمريكا أخذت الصنف وعملت له إكسار وحافظت على الصنف، وتم عمل له دعاية تسويقية عالمية، وصنف جودته عالية جدا، يتراوح سعره في السوق الحالي من 5 ل$10 الكيلو، وصنف عليه طلب عالمي قوي جدا. من أفضل الأماكن اللي أنتجت في مصر المجدول بجودة عالية للمجدول اللي عندنا الواحات البحرية والفرافرة، وعندنا منطقة الحيز، منطقة راس صدر، جنوب سيناء، الطور، دي الأماكن الواعدة. لكن للمجدول بس ولا كل الأصناف العربية؟ الأصناف النخيلة فندم دي برضو جزئية مهمة جدا. مؤسسة نبض الحياة لما اختارت البرحي في المكان الصح على أساس علمي، وده مهم جدا يعني نقدر نزرعه في المنطقة دي وناخد منه عائد كويس، إنما ما أقدرش أقول إن أنا هزرع مثلا المجدول في وادي النطرون، إن أنا هزرعه على الصحراوي، الجودة والمواصفات هتقل جامد، مش هقدر أنافس. فتم اختيار بعناية منطقة الفرافرة إن هي دي تصلح في الوادي الجديد، أيوة، تصلح لزراعة المجدول. أيوة. ومن ضمن الألف فدان اللي الدولة محددة حوالي 2.5 مليون في الوادي الجديد، مؤسسة نبض الحياة إن شاء الله تبقى من ضمن اللي بينتجوا مع مجموعة الكبار من المستثمرين في الوادي. لسه في إجابات كتير
كتير لأسئلة موجودة مع حضراتكم أو عند حضراتكم، هنسأل الدكتور باسم بس بعد ما نروح نشوف تفاصيل أكتر في سياق هذا التقرير عن مشروع وقف النخيل. المجال دوت بدأ طبعا من آلاف السنين في الحضارات المختلفة وفي الديانات المختلفة في مصر وفي العالم، يعني كل ديانة فيها النخل مقدس، كل مكان كل حضارة كان فيها النخل بيلعب دور كبير جدا في الاقتصاد. قبل ما يتعرف كلمة الاقتصاد كان العملة بتاعتهم في المقايضة، يعني حتى في القدماء المصريين في المعابد القديمة في النخيل وفي تسجيل كامل لجمع التمور وتناول التمور، وحتى في المقابر إن هم شافوا النوى من آلاف السنين موجود. فإحنا طبعا الأرض بتاعت الدايفرسيفيكيشن أو الأرض بتاعت تنوع النخيل. والله يعني اختيار النخيل كوقف خيري ده يعني ده شيء عظيم جدا. انا درست الموضوع من الناحيه الاقتصاديه، يعني من احسن جدول اقتصادية، فلقيته يعني كويس ان شاء الله، فقلت اتوكل على الله وسالت وبديت المشروع. فلما بديت المشروع انا ما كنتش عارف اراعي النخل ازاي وكده. اي نعم كان في استشاريين وبييجوا يشرفوا عندي وكده، لكن انا حبيت الزرع. جميع دول العالم حاليا اهتمت في السنوات الأخيرة بإنتاج التمور، مش في مصر بس. مصر الحمد لله قدرت إن هي تكون رقم واحد في إنتاج التمور على مستوى العالم، وإن شاء الله بإذن الله حديثا يوجد بإذن الله تعالى مشاريع قومية حديثة قوية لتطوير التمور في مصر. النخل البرحي أو النخل عموما بيعدي عمر الإنسان، يعني 60-70 سنة، ومن هنا بتيجي القيمة الاقتصادية بتاعة النخيل اللي انت لما بتزرعه. لو خدنا مثال على النخلة ديت مثلا البرحي، انت زرعت نخلة برحي، النخلة البرحي ديت ليها شقين من الأهمية، الشق الانتاجي بتاع البلح، ده بلح مش طب، والشق الاستثماري الأكبر اللي هو الفساية الخلفات بتاعة النخلة اللي انت هتتوسع بيها وتزرع أرض أكتر أو تتوسع أكتر. فعشر نخلات من دولت، عشر نخلات برحي يزرعوا لك فدان خلال 10 سنين. اهلا بحضراتكم، وبعد التقرير احنا شفناه هو التقرير الاخير النهارده او اخر تقرير في هذه الحلقه، بنفكر حضراتكم بالارقام، ارقام التليفونات اللي بامكانكم التواصل من خلالها مع مشروع وقف النخيل. دكتور باسم، يعني في الفرافره في الوادي الجديد طبعا كل ما يحدث من اختيار المكان، من اختبار التربه، من وجود الابار، دي كلها خطوات علميه. اختيار المجدول تحديدا ليه هناك؟ المجدول يمكن أحد أهم الأصناف العالمية اللي لها تسويق خارجي. المجدول بيتسوق في جميع دول العالم، صنف له شهرة عالمية كبيرة اتعملت، له طلب قوي جدا في السوق الخارجي. عندنا الصين لوحدها فتحت استيراد من مصر رسمي، وتعاقد يعني عملت عقودات مع حوالي 4 شركات من داخل مصر، والصين لوحدها سوق جبار، سوق قوي طبعاً جدا طبعاً. يقدر يعني كل الناس اللي هي متخوفة برضو من زراعة التمور أو 5 مليون نخلة، بقولهم إن الصين لوحدها تقدر تستوعب كل الكميات. في طلب جامد من دول جنوب شرق آسيا، بنجلاديش، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا،
جميع دول العالم ليها اقبال شديد على الصنف والكميات مش متوفره. احنا خطتنا ان احنا نوصل ل 250 الف طن على الاقل من داخل مصر، ودي يمكن بديل تاني للبترول في مصر. ده صنف مهم جدا من المجدول بس، من المجدول بس 250 الف طن من بلح المجدول، دي خطتنا. اتمنى ان نوصل لها لانها تبقى مصدر تاني بديل للبترول في مصر. ليه بقول مصدر تاني واهم كمان؟ احنا عندنا سعر الكيلو من 5 ل 10 دولار قوي جدا، فما اقدرش اقارن برميل بترول او برميل نفط ببرميل تمر، دي مقارنه غير عادله يعني. حاجه تانية، التسويق ان شاء الله موجود لاي كميات. الكيان بإذن الله هيبقى كبير. احنا مش أملنا في ألف فدان بس، ناخد في الاعتبار تاني نخلة المجدول بتجيب حوالي 25 فسيلة من النخلة الواحدة. على مدار 20 سنة النخلة الواحدة ممكن تجيب 65 فسيلة، نقدر من نخلة واحدة نزرع 10 فدادين جداد. فاحنا طموحاتنا بإذن الله ان يبقى الوقف الخيري ممتد الألفات من الأفدنة، ونوصل لأكبر وقف خير يا رب في العالم بإذن الله. دكتور باسم، في الدقائق الأخيرة يعني، وحضرتك أحد أهم المشاركين والمؤسسين لمشروع وقف النخيل من الناحية العلمية، وهذه الحماسة اللي عند حضرتك وهذا الحب لهذا المشروع، يعني النصيحة دلوقتي في اللحظات الأخيرة في هذه الحلقة، وبرضو بعض الناس بيخافوا يقول لك إيه، طب افرض النخلة اللي جبتها لي ما ماتت، ما أنتجتش، أضمن منين إن النخلة دي أو النخلة بتاعتي بتنتج كل سنة؟ بإذن الله تعالى إن شاء الله الفسائل اللي تم اختيارها في المشروع كلها تمت بعناية جيدة جدا، تم زيارة مصدر الفسائل اللي احنا هنجيبها إيه، تم تعليم الفسائل من أمهات منتجة قوية في الإنتاج، وبإذن الله تعالى كل الفسائل اللي مختارينها من مزارع هيتم عملية توريد وإحلال الفاقد، يعني بضمان كل متبرع هيتبرع بفسيلة أو بنخلة هيبقى له رقم كود عليها، هيستلمها ناجحة بنسبة 100% إن شاء الله. وبإذن الله تعالى يعني دي ما فيهاش أي مشكلة بإذن الله يعني. زائد ان الصنف باذن الله محقق نسب نجاح عاليه جدا يعني. النصيحه بقى وكلمه كده تحب تقولها للساده المشاهدين، للساده المتابعين، في اطار هذا المشروع، مشروع وقف النخيل اللي بدا الناس حتى في الشارع يسالوا ويبقى عندهم حافز ودافع انهم يوقفوا نخله، اللي عايز يوقف نخله واللي عايز يوقف نخلتين واللي عايز يوقف مساحه من الارض. بنصح كل المستثمرين في مصر ومحبين المجال وكل الباحثين ان كل الناس تشارك مع وقف النخيل، وبإذن الله كل الدعم للمشروع، وبإذن الله تعالى ان شاء الله مصر دايما احنا بإذن الله عن طريق مشروع وقف النخيل اي بلدة فقيرة يعني دي ذكرت يعني، وأحيينا به بلدة ميتة. ميتة. فإحنا النخيل بيغير كل اقتصاديات الشعوب، أي دولة فقيرة، أي قرية فقيرة تحيي الاقتصاد، هي منظومة كاملة. النخيل كل حاجة فيها استفادة، السعف ممكن ننتج منه صناعات تكميلية للأخشاب، الصناعات القائمة على النخيل مشاريع تانية خالص، نقدر نعمل مصنع أخشاب، نقدر نستخدم حتى النوى في صناعة البن، نقدر نستخدم أي حاجة في النخلة في صناعات قائمة على النخيل. المشروع تنموي متجدد، وأنصح كل الشعب المصري أن يشارك معنا، من كل محبين النخيل وكل المستثمرين أنهم يشاركوا معنا إن شاء الله بإذن الله. مشاركة قوية من المركز القومي للبحوث في المشروع بإشراف علمي كامل بفريق بحث كامل بإذن الله لمدة سنة ونص بإذن الله على المشروع. طب بعد سنة ونص بإذن الله تبرع كامل بالإشراف مني شخصيا على المشروع مدى الحياة. أيوة. بدون مقابل. هي دي النقطة المهمة جدا جدا، في متابعة علمية مستمرة، والنخلة ليها علاقة في حياتنا، تحس انك ليك علاقة بالنخلة، النخلة اللي قالوا عليها شجرة الحياة، قالوا في لحظة من اللحظات ان فيها 42 منتج، النخلة
ضرورية جدا لحياتنا. بشكر الدكتور باسم بكر الخبير بزراعة النخيل بمركز القومي للبحوث الزراعية. ومعنا نلتقي. ويمكن قبل ما اختم برضو عايز اعرف احساسك وانت في الارض اللي في وادي النطرون اللي زرناها مع بعض وكنا فيها مع بعض وحسيت ان خلاص يعني تهيأت وتزرع فيها زرعت فيها الفسائل. والله إحساس قوي جدا بأن احنا اخترنا فسائل جودتها عالية جدا. مشروع بإذن الله إن شاء الله يحقق اقتصاديات قوية جدا في فترة زمنية وجيزة. وبإذن الله تعالى إن شاء الله نقدر نستفيد من العائد والفسائل بتاعته إن احنا ننمي مشروع الوادي. وبإذن الله إن شاء الله مشروع ناجح وسعادة كبيرة جدا حقيقية بأن احنا يعني مؤسسة نبض الحياة كانت صاحبة أول فكرة وكانت مصر تستاهل ان يبقى في مشروع وقف خير قوي زي ده. احنا عندنا السعودية فيها اكبر مزرعة للوقف الخيري على مستوى العالم ومحققة رقم عالمي في موسوعة جنس الارقام القياسية 250 الف نخلة في مزرعة واحدة. بإذن الله رب إن شاء الله مصر تبقى صاحبة أكبر وقف خير على مستوى العالم وبتمناها. وبشكر حضرتك يا فندم على اللقاء الجميل وبشكر مؤسسة نبض الحياة. وندخل في مسابقة شريفة ومسابقة رائعة في كسر الأرقام القياسية في مشاريع وقف النخيل على مستوى العالم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور باسم. وبذكر حضراتكم وفكركم بأن الأرقام اللي موجودة على الشاشة هي الأرقام اللي يتم التواصل من خلالها عن مشروع وقف النخيل وعن كل الحملات لمؤسسة نبض الحياة. دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.